اعتقد اكتر حد اندر ريتد ومش واخد حقه تماما هو جاك جريليش. جريليش قبل كاس العالم في 15 مباراه كان عامل مساهمه واحده بس، جريليش بعد كاس العالم في 19 مباراه عامل 10 مساهمات ما بين صناعه وتسجيل. غير كده فهو مفيد لطريقه لعب بيب في الحاله الدفاعيه قبل الهجوميه. يعني تعالى كده نبص في اللقطتين دول دور الدفاع عامل ازاي. اللقطه الاولى قدام توتنهام، شوف سرعه جاك في الرجوع، رجع غطى مكان الظهير وافتك الكرة من سون. اللقطة التانية قدام ليفربول، برضو رجع يغطي مكان الظهير وبسرعته قدر يقفل مسار التمرير على محمد صلاح. اما بالنسبة للتدرج بالكرة فجاك جريليش هيقدم لك على اعلى مستوى. هنا استلم الكرة من المدافع، استلم بدوران هرب من رقابة المان اللي معاه، الاستناد على الفاريز، لما اتقفلت عليه هيعرف يتصرف ويعدي بمهارته، كبر على الماشي، لعب جماعي مع الفريق ككل، الاستناد مرة تانية على جوندوجان، هو شايف المساحة الفاضية دي وعايز يروح لها، بس لازم يهرب من الظهير ده. فبخداع جسد اني هباصي هنا قدر يسوح المان بتاعه، دخل لمنطقة الجزاء وعمل مشاكل للمنطقة.